ابشر الناس واطمن الناس. الليلة اخوانكم في الزرق اشتغلوا ثاني شغل كبير جدا الحمد لله رب العالمين، وتم تدمير عدد كبير جدا من عتاد واليات الهوانات المرتزقة المجرمين في منطقة الزرق اللي هي اصلا بتمثل لهم الشريان الرئيسي والمصدر الاساسي بتاع التغذية بتاعهم بتاع الجنجويد. القاعدة توزع لهم الاسلحة وقاعد عبرها تجي الاسلحة من دويلة الشر والدويلات الاخرى ومنطقة السيال الحمد لله رب العالمين في وادي السيال. والمسألة دي كلها الحمد لله رب العالمين جاتنا البشريات من هناك لانه عندنا الواي فاي شغال وعندنا كثير من الاجهزة الحمد لله رب العالمين، قادرين نتواصل مع مصادرنا وقادرين نتواصل مع اخواننا الموجودين على مستوى مواقع القتال المختلفة. الليلة يمكن الاعلام الحربي بتاعنا وصل سوق امدرمان ووجدوا كثير من المخلفات بتاعت الهوانات والمتخلفين والمجرمين الخونة الحمد لله رب العالمين، وكثير من التدمير الشامل اللي كان في سوق امدرمان، ووجدوا عدد كبير جدا من الجثث بتاعت المواطنين داخل سوق امدرمان، ووجدوا عدد كبير جدا من المشاكل والاوبئة والامراض والاوساخ وتردي اي شيء انت تتخيله من السرقة والنهب وانتهاك الحرمات وغيره وجدوها الليلة في سوق امدرمان. لكن الحمد لله رب العالمين وصلوا لمرحلة متقدمة اخوانكم في الاعلام الحربي، وصلوا بقيادة اخونا الكردفاني واخواننا احمد شاكر وغيره من الاخوان الان الماسكين الاعلام الحربي، وصلوا مراحل متقدمة جدا الحمد لله رب العالمين. كل الاوكار بتاعت هؤلاء المجرمين الخونة الان تم تدميرها تماما، واخوانكم الان محاصرينهم حصار كامل على مستوى مدني. اخوانكم الفرقة السنار الحمد لله رب العالمين اتحركوا وصلوا والتكتوك، ومن التكتوك ماشيين اتجاه مدني. اخوانكم في الدمازين وصلوا برضو لاخواننا في سنار والتحموا معهم، والان محاصرين مدني حصار كامل. كل المناطق تم حصارها لحد الان الحمد لله رب العالمين، اخوانكم محاصرينها حصار كامل، الجيلي الان محاصره حصار كامل من القوات المسلحه، الاذاعه والتلفزيون محاصره حصار كامل من اخوانكم في القوات المسلحه. عندهم خيارين فقط، اما الاستسلام او الموت، يعني ما في خيار. الجنود الان الموجودين من الدعم السريع والهوانات في مناطق بتاعت الحصار كلهم دير عندهم خيارين فقط، اما الموت او الاستسلام. في عدد كبير جدا منهم استسلموا، في عدد دارين الموت من ضمن الناس اللي ماتوا الحمد لله رب العالمين، ومشوا هلكة لله سبحانه وتعالى، ومشوا فطصة بإذن الله سبحانه وتعالى. أخو الجوفاني، الجوفاني الليلة طبعا حزين جدا، الليلة المجرم الخائن العميل التشادي الاسم الجوفاني الليلة ما بيقدر بينوم، الليلة شغال بيبكي وبسكلب وبعزي على أخو المات بدون وجه حق، مات من غير قضية، مات من أجل يعني حاجة أصلا هو ما عنده فيها لا حمل لا ناقة، ما عنده حاجة فيها. يعني الشعب السوداني أخو الجوفاني التشادي الجاي يجيب للناس الديمقراطية في الخرطوم، أو جاي يسرق ممتلكات الناس، الليلة مات فطيس ومشى لرب العالمين فطيس، مشى يبلغ تحايا الجوفاني لحميتي هناك، ومشى يبلغ تحايا الجوفاني لأبو لهب وأبو جهل القاعدين مع حميتي هناك في جهنم. حميتي ما ميت، الجوفاني ده أخوه مات لحقه خلاص، يمشي هناك يقول لحميتي يقول له والله الجوفاني أخوي ده شغال شاعر وشغال غنى وشغال تمثيل وشغال في الإعلام وواقف مع الدعم السريع لحد الآن. امشي بلغوا تحياك خلاص الحمد لله رب العالمين، ده مشى للدنيا زايلي وزايل نعيمك، ونظر ربنا سبحانه وتعالى يدخله الى جهنم وبئس المصير. ونحن لم نترحم عليهم ولم نترحم على الجنجويد اصلا، اي زول جنجويد مات نحن بالنسبه لنا ده مات فطيس الحمد لله رب العالمين. اخوانكم الحمد لله رب العالمين بصوره كبيره جدا الان متقدمين، قد تكون يعني القوات المسلحه العشر شهور دي شغاله بشغل تخطيط قوي جدا وتخطيط نوعا ما، الحمد لله رب العالمين الان وصلوا للمراحل المتقدمه، وباقي اللحظات الاخيره إما هجوم مكثف على الجنجويد والمتمردين الموجودين في مناطق الحصار أو الاستسلام والموت بالبطيء. ما الناس دي خلاص بيقوا ممنوع منهم تماما الأسلحة اللي بتجيهم، ممنوع منهم تماما إنه تدخل لهم قوة عشان تقدر تحررهم، ممنوع إنه الغذاء اللي بيصل لهم من أكل وشراب داخل الإزاعة وخارج الإزاعة كل الكلام ده ممنوع منها منع تماما. الناس دي الآن محاصرين وتم ضربهم تماما على مستوى منطقة الزرق ومنطقة السيال، دي المناطق المغذية الأساسية. الدويله بتاعت الشر الليله طبعا ميت الله 17 ضابط واكثر من 17، ده طبعا تم اعلامهم، ده تم الاعلان عنهم 17 ضابط كانوا موجودين في الصومال. عندهم شنو في الصومال الله اعلم، موجودين في قاعده في الصومال. الصومال دي بلد لا عندهم زراعه هناك، لا عندهم شركات بتاعت استثمار هناك، لا عندهم، لكن قله الادب والتطاول والارتزاق على الشعوب وقله الادب على الشعوب الفقيره عشان بقدر الإمكان دارين يخلقوا لنفسهم أوضاع اجتماعية وسط اليهود، ويخلقوا لنفسهم أوضاع يعني بتاعت ملوك وسط الناس أصلا هم بالنسبة لنا يعني مش نقول كفار، بالنسبة لنا أصلا هم ما عندهم علاقة بالله ورسوله ولا علاقة بالإنسانية ولا بالقوانين الإنسانية كلها، هم دارين يخلقوا معهم علاقات بحكم أنه إحنا قاعدين مسيطرين لكم على الدول الفقيرة. لكن الحمد لله رب العالمين ربنا جاب لنا جنود من عنده، جنود أبطال الحمد لله رب العالمين، وحصلت
حدث ما حدث زي ما قال أخونا شمس الدين الكباشي في الصومال، وتم اغتيال أكثر من 17 ضابط من دويلة الشر والدويلات بتاعة أفريقيا اللي هي أصلا بقت مغذية للارتزاق. الدول الليلة كنا إحنا نحسبها جارة وكنا نحسبهم دول قد تكون يعني على الأقل يستفيدوا مننا ونستفيدوا منهم. يعني الدولة ما في مانع بيخليها إنه تتعامل مع السلطة الموجودة في الدولة. دولة السودان فيها مجلس سيادة وفيها رئيس دولة وفيها محكمة دستورية وفيها حكومة قائمة بذاتها، بدل إنه يتعاملوا مع الحكومة الموجودة كدول جارة فقط، إنه يتبادلوا بيناتنا المنافع ونتبادلوا الاستثمار مع بعض ونتبادلوا الصادر والوارد، والشي المحتاج له دولة كينيا نحن نديها له، والمحتاج لها نحن من دولة كينيا الشاي نجيبه نحن، دولة تشاد إذا كان نحن محتاجين منصدر لها القمح ومنديهم الفول السوداني والكركديه والصمغ العربي والدخن، لأنه ده أكلهم هناك بيأكلوا الدخن وغيره، وهم بيصدروا لنا التنباك للأسف الشديد، تشاد ما فيها غير التنباك. بدل يتعاملوا مع دولتنا نحن كشعب سوداني باحترام وبكل يعني احترام للسيادة السودانية، لا ما بيتعاملوا معانا كده، بيتعاملوا معانا عبر المرتزقة ودارين يجيبوا لنا الهوانات والمرتزقة والخونة ودارين يدخلوا السودان والحمد لله رب العالمين، ويدخلوا الدولة المسلمة الصومال. لكن الليلة الحمد لله رب العالمين كان درسهم لهم درس قاسي جدا، وكانت الحمد لله رب العالمين يعني ملحمة بطولية، وماتوا فيها 17 فطيس، نزل ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم كلهم في جهنم وبئس المصير، لأنه ما في حاجة بتودوا لدول الناس أصلا، ولا في حاجة بتخلوني يقعدوا في دول الناس بسبب الارتزاق والعمالة أو غيره. أخوانكم الآن اقتربوا من الإذاعة، الإذاعة الآن باقي منها خطوات فقط، الآن هي محاصرة. يعني أنا كل يوم بتكلم للناس في الإذاعة إنه كده، والشعب السوداني طبعا دار الاستعجال ودار الناس يصلوها، الإذاعة دي فيها عدد آلاف، أكثر من 15,000 من المواطنين موجودين داخل الإذاعة، فيها أكثر من 10 أكثر من 10 ضباط من الضباط بتاعين الرتب العليا في القوات المسلحة، كلهم ممسوكين داخل الإذاعة وممسوكين كرهائن داخل الإذاعة. في بعض الوثائق المهمة جدا اللي هي بتثبت وجود الشعب السوداني وبتثبت وجود السودان ذاته كدولة في وسط أفريقيا. يعني أن احنا عندنا وثائق قوية جدا بتدعم الشعب السوداني، لأنه في دول يوم من الأيام بتتنطع عليك، وفي دول قاعدة تقل أدبها على الشعب السوداني وقاعدة تحتل أراضينا زي الفشقة زي الحدود المصرية حلايب وشلاتين. الدولة أن احنا كدولة سودانية، الدولة دي عندها أركان، وأركان الدولة دي الأركان الأصلا بتقوم على الدولة أربع أركان أساسية بتقوم بها الدولة. أول ركن بتقوم عليه الدولة الأرض، الركن بتاع الأرض، لو الأرض دي تقسمت من أطرافها أو استلمت أي دولة من الدول بتبقى دي يعني باعتباره انتهاك لسيادة الدولة الموجودة. الأرض إذا كان أي دولة قلت أدبها وحاولت تطاول على أرضنا، إذا كان حلايب، إذا كان شلاتين، إذا كان الفشقة، إذا كان حدودنا مع أفريقيا الوسطى، إذا كان أفريقيا مع أثيوبيا، إذا كان حدودنا مع تشاد، إذا كان مع غيره، الحدود دي كلها أي دولة دخلت عليها بيكون انتهاك للسيادة. الدولة دي عشان ما تنتهك سيادتنا نحن لازم يكون عندنا وثائق موجودة. دار الوثائق ديل انتهكوها الهوانات المجرمين الخونة، حاولوا إنه يحرقوا كل الوثائق في دار الوثائق. عندنا بعض الوثائق الآن موجودة في الإذاعة والتلفزيون موجودات، ديل عشان إنه ما ينتهكوا سيادة الدولة عبر الأرض بتاعتنا. ما دي الأركان بتتكون بها الدولة، اللي هو ركن الأرض والمواطن اللي هو الشعب، الأرض والشعب والحكومة، دي ثلاثة أركان أساسية في أي دولة. ما بتقوم الدولة وما بتكون دولة إلا بعد تتوفر فيها الثلاثة أركان دي، والثلاثة أركان تكون كلها مكتملة، يعني ما يكون فيها إشكالية. إذا حصل انفلات أمني للشعب السوداني وسط الشعب وبقى فيه انفلات أمني وسرقة ونهب وقير وقتل، هنا بتختل الدولة ذاتها ومقومات الدولة بتختل. إذا تمت سرقة أي أرض من أرض السودان عبر أي دولة أخرى برضو بتبقى إشكالية، برضو اختلال بتختل موازين الدولة. الإضافة للحكومة، إذا الحكومة دي اهتزت من كل أركانها بقى ما موجود رئيس مجلس سيادة ما موجود، محكمة دستورية ما موجودة، إذا بقى الوزير خارجية ما موجود، إذا كان يعني رئيس مجلس وزراء ما موجود، بتبقى في خلل في الدولة. أن إحنا الليلة الدولة السودانية صحيح فيها خلل في بعض المواقع، لكن بدينا الحمد لله رب العالمين بدأت تتعافى تماما من هؤلاء الهوانات والمرتزقة والناس اللي ابتلانا بهم الله سبحانه وتعالى بحكم وجودنا نحن وسط العالم، وبحكم يمكن يعني الحسد الحاسديننا عليه الدول الأخرى إذا كان أفريقيا ولا الدول الثانية، حاسديننا على كثير من النعم الآن نحن عايشينها كشعب سوداني. نحن السودان دائما أنا قاعد أذكر للناس الدولة الوحيدة اللي بتكون للشعوب الثانية بتمثل لنا جنة الله في الأرض تعد. الجنة ذكر ربنا سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار، قد تتوفر أغلبها في السودان. يعني إنت بعد تجي تتذكر بتلقى السودان ده فيه 13 نهر، ال 13 نهر ده نحن محسودين عليها،
كل الأنهار الجارية في السودان إذا كان نهر النيل عبر وستيت النيل الأبيض النيل الأزرق بحر العرب نهر النيل اسمه خور أبو حبل إذا كان جبل مرة كل الأنهار الجارية دي اللي بتخلي الشعب السوداني دائما عايش في رفاهية عبر الزراعة وعبر الري وعبر المشاريع المروية وإذا كان عبر الثروة الحيوانية أن إحنا كل الحاجات المكتملة الطبيعة كل ربنا ادانا أجمل الطبيعة على مستوى العالم كله الشمس التمثيل الضوئي المدينة لربنا في السودان في كل الدول اللي ربنا ما مديه له الليلة نحن أي حاجة أنت تتخيلها تزرعها بزرع العالم الآخر نحن في السودان ممكن تقوم سلة غذاء العالم لك تهي ياسين كلام جميل جدا أمس كان يعني في جغم تقيل في منطقة الزروق لأنه منطقة ديك منطقة بتشوين وبتاع عتاد حرب بتاع جنجويد كل الناس عارفينه جيش يومين ما قصر أي شيء شغال في بين مرصاد وعسي يعني كلام عبد الرحيم أمس إنه كان ماشي أو أمس كان ماشي تشاط وإنه قالوا كان عنده اتصال مباشر مع وزير خارجية تشاري ذاك محمد نظيف زول تفو برضو من جنجويد ديل المهم كلام طلع انه حكومه في دبي كده رفض انه اسم عبد الرحيم يخش التشاد ووزير كان موسع انه زول يمشي يعني في التشاد وفي حدود منطقه قريب للزروق وبعدين كان يخش الزروق كلام زي ده كلام طلع حقيقه ولا ما حقيقه ما معروف والزروق دي نازل تمثل اهميه شديده لجنجويد الجيش يبن ما قصر جغم تغيير ان شاء الله بلد خليه يستمر وسوق ام درمان زي ما قلت امس الناس اشتغلوا نظافه وطلفوا حاجات كده غريبه خلاص من جنجويد ديل والله كجور وحاجات كده لا يمكن ان تتخيلها وجيش ام درمان ماشي كويس ام درمان ده شبه يتحرر ومدني برا يعني في متحركات جاد ومن سنار ومن دمازين كله في مدني الجيش لما بدا يهاجم مدني يعني كله شفت صور بتاع القسم الاوسط في مدني يعني جيش جغم شغال مدني جد كده ان شاء الله قريبا هتتحرر وحصار بره في جيلي لانه جيلي بره منطقه حساسه زي الازاوه التلفزيون فجيش شغال بحذر والله الاماراتيين دي هم لما دول لما يلقوا دول ضعيف بحاول انه بيسيطر او بيشتروا زمام الناس لانه الناس هم بيتاجروا في هروبات وكلام زي ده عاملين فيهم كويسين ونين نقدم مساعده للمساكين لكن هم انه شغل تهد بيشتغلوها فالناس يعني الناس وعيت واطماع دول الجوار بره معروفه في السودان كل الناس ديل الدول الجوار ديل ما عندنا الدوله جاره كده في السودان دي واقف معنا ده واقف سايل كده هسه مصر ذاته كل منه اطماع يعني مصر عنده شايل شلاتين وحلايب ولسه عنده اطماع في السودان واسيوبيا عنده نيه في الفشقه واسيوبيا عنده نيه في النيل الازرق يا بريشنغول جنوب السودان عنده ابيي تشاد عنده دارفور كل الدول عندهم اطماع واطماع حقهم ده ما ببقى الا الجيش لما يسقط عشان كده يا اخوانا الناس وضع صعب شويه يعني الاذاعه التلفزيون برضه امس كلام سمينا انه الجنجويد اللي اتحاصروا والقائد حقهم شرط وطلبوا استسلام يعني قدموا مقترحات استسلام فقط في اذاعه التلفزيون فزي ما قلت انه السودان ده بلد بتاع خيرات ولكن بس ما قادرين نعمل كنترول وما قادرين نستفيد من كميه التنوع عندنا وما قادرين نستفيد من حاجات انه نزرعه ونحصد يعني الزول المزارع اللي يزرع لما يحصد الزول بيشتري بيجي بيقول له حاجه في اجي في الوطن يعني بده يصير ميت حق تعبه ما هي ما هي ما هي ما هي القاو اي مزارع وصعب العربي بوصل كل شيء الناس ثاني بيجي بيشيله بودو بيستفيدوا ده المشكله اللي عندنا فنتمنى انه الوقت حلال يجاوب الكنترول ويعرف قيمه السودان ويعرف شعب السودان داير شنو